قد فعالية حفل وسام العالم الجزائري في طبعته 13 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة، أين سيكرم خلال فعالية هذا الحفل ثلة من الباحثين الذين تركوا بصماتهم في مجال العلم والبحث بالجزائر على غرار كل من يوسف منتلشة وأيضا نشيدة صباجي مرزوق وكذا نعيمة بن كاري بوديدح جميعا، وذلك بحضور كوكبة من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية من داخل وخارج الوطن. وسام العالم الجزائري في الطبعة 13 لهذه الثلة من العلماء، هذه الثلة المباركة طبعا ضمانا لتواصل الأجيال وللحفاظ على الأمانة. البروفيسور ناصر الدين سعيدوني يسلم درع التكريم للأستاذ الدكتور يوسف منتلشتا تحت تحياتكم وتصفيقاتكم. السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني يقدم أو يسلم وسام العالم الجزائري للدكتورة نعيمة بن كاري بوديدح، فليتفضل مشكوراً. وهو عربون محبة من الجزائر لابنة الجزائر وللتي جمعت شمل الجزائر وتونس والإمارات وسلطنة عمان، وهذا عربون وفاء لها ولمجهوداتها وعربون تقدير للعلم في هذه الأرض الطاهرة. شكراً لهذه الوقفة المهمة، والشكر موصول كذلك كما قلت لكل العلماء ولكل الحاضرين. السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي يسلم وسام العالم الجزائري في طبعته 13 لسنة 2022 للدكتورة نشيدة قصباجي مرزوق. إن هذه الفرحة وهذه الزغاريد تعلو سماء الجزائر، فلا خوف على الجزائر، وهنيئاً للجزائر على هذا التكريم وعلى هذه الأوسمة. طبعاً هذا عربون محبة وعربون وفاء. في النهاية إخواني الكرام، طبعاً تؤخذ صورة جماعية للمكرمين وللوفود. كذلك باسمكم نرحب بكل العلماء المكرمين السابقين في وسام العالم الجزائري لاعتلاء المنصة لأخذ صورة تذكارية جماعية، البروفيسور أحمد جبار وكذلك محمد ندعو كذلك زهير بنالو ممثلا عن وزيرة الثقافة فليتفضل مشكورا، وكذلك ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق فليتفضل إلى المنصة. إذن ما أجمل هذه اللحظات وهذه اللقطات وهذه
العبارات التي نراها وعلى هذه الرموز، فلا خوف على الجزائر ولا خوف على شباب الجزائر. أيها الإخوة الحاضرون، نحن نضع أمامكم قدوتكم ونرسم أمامكم قدوة لأبنائكم في الاهتمام بالعلم والعلماء ورفع السقف عالياً للطموح وللبحث وللاهتمام، حتى تكون الجزائر أرض الشهداء وأرض العلماء. شكراً وشكراً جزيلاً، وإلى الطبعات اللاحقة إن شاء الله لنكتشف فيها أسماءً وأعلاماً وعلماءً وعباقرة ومخترعين. إذن هذه مشاهدينا كانت طبعا فعاليات حفل وسام العالم الجزائري في طبعتها 13 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أين تم تكريم